لبنان يرفض مسودة التجديد لليونيفيل لعدم إشارتها إلى ضرورة تنسيق عملياتها مع الجيش اللبناني. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. تشهد مناطق متفرقة في شرق العاصمة السودانية الخرطوم قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع قوات الدعم السريع، وبحسب شهود عيان فإن منطقة أم درمان القديمة تشهد أيضا قصفا مصحوبا بتحليق مكثف للطيران الحربي. أما على الصعيد الإنساني فقد حدثت انفراجة لأزمة الخبز والخضار التي كانت تعاني منها بعض المناطق في مدينة أم درمان نتيجة للحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على تلك المناطق. أفادت مصادر الحدث أنه من المتوقع أن يغادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر الاثنين المقبل، حيث ما زال البرهان متواجدا بولاية نهر النيل التي وصلها أمس الأول وأجرى فيها لقاءات وزيارات مع قوات من الجيش ومواطنين. وبحسب مصادر الحدث فإن رئيس مجلس السيادة لم يبدأ بعد مشاورات سياسية، وأنه من المتوقع أن يجري بعد وصوله بورت سودان مشاورات تتعلق بالوضع الراهن للحكومة الانتقالية واحتمالية تشكيل حكومة تصريف أعمال. ومن غير المعلوم ما إذا كان القائد العام للجيش سيبقى في بورت سودان أم في مكان آخر داخل السودان، إلا أن الجيش قال في بيان له إن البرهان سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل الخرطوم وخارجها. قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان، قال إن تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورت سودان سيؤدي لإطالة أمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام. وأضاف عرمان أن فكرة حكومة البحر والنهر تضر بوحدة السودان، ووجود حكومة أونلاين لا مكان لها على الأرض هي فكرة لم تحدث في تاريخ العالم الحديث على حد تعبيره. هذا بينما اعتبر متحدث باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن سعي رئيس مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة تصريف أعمال هو تلبية أولية وجوهرية لإعلان خريطة الطريق التي أعلنتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي بالقاهرة في 25 من يوليو الماضي. الكتلة اعتبرت ذلك بمثابة المدخل الأول لحل الأزمة في السودان قصد الدخول في حوار وطني سوداني شامل. أعربت الخارجية الأمريكية في بيان لها عن قلقها العميق من تقارير العنف ضد النساء والفتيات غرب دارفور، وأدانت بشدة في بيان لها انتشار العنف الجنسي في السودان المرتبط بالصراع الدائري هناك. وقالت الخارجية الأمريكية إن مصادر متطابقة بينها الضحايا نسبت الاعتداءات الجنسية إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال البيان إن التقارير عن الاغتصاب الفردية والجماعية وغيرها من الانتهاكات الوحشية ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق وتؤسس لنمط جديد من العنف العرقي الموجه، داعيا إلى وقف القتال وفتح ممرات آمنة لعبور السكان. الوضع في السودان هو أكثر مأساوية. أريد أن أقول لكم وللإعلام عامة إنه يجب بذل مزيد من الجهد لتغطية ما يحدث في السودان، يجب عمل المزيد لإيقاف الحرب، يجب العودة للمفاوضات ومحاسبة أطراف النزاع سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال إجراءات ثنائية. مع تواصل احتجاجات جنوب سوريا، أعلنت القوى السياسية الكردية في سوريا دعمها للمحتجين في مختلف المدن والمحافظات السورية، مؤكدة تضامنها مع الاحتجاجات التي ينظمها أبناء محافظتي السويداء ودرعا. وطالب المجلس الوطني الكردي، وهو تحالف سياسي لمجموعة أحزاب كردية، طالب الأمم المتحدة والجامعة العربية والمجتمع الدولي بالعمل على إلزام الحكومة السورية بحل سياسي
يحقق الأمن والاستقرار. بدوره أكد مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية أكد تضامنه الكامل مع المحتجين في المدن السورية، مشددا على ضرورة عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية. كما شدد المجلس على أن الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا كفيل بالانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع. من هنا بدأت ثم تمددت وتمددت في أول أسبوع لم ينقضي بعد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. على خط احتجاجات وإضراب محافظة السويداء تدخل درعا وإدلب وريف حلب، لكن اللافتة في اتساع دائرة الاحتجاجات انضمام عشائر البدو أيضا. وإحنا إن شاء الله ما راح نخلي الحراك السلمي هذا كله، إحنا موجودين. فإلى ساحة السير في مدينة السويداء وصل وفد من شباب تجمع عشائر الجنوب، تأييد اعتبر تحولا مهما في احتجاجات المحافظة وردا على أي محاولات لإشعال الفتنة بين الدروز والبدو السنة. تطور جاء بعد ساعات من محاولة دمشق لاحتواء الاحتجاجات عبر محافظ السويداء. المحافظ التقى الرئيس الروحي للطائفة الدرزية شيخ العقل حكمة الهجري مساء الأربعاء الماضي. وبحسب مواقع سورية فإن عروض المحافظ للحل رفضت كلها. بيان يصدر من أي جهة كانت بمحافظة السويداء لا تضمن رحيل بشار الأسد، لا قيمة لها. نحن نطالب بأدنى مقومات الحياة. رفض من جهة وتصعيد من جهة أخرى يأخذ زخما في المشاركة وفي الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالحل في سوريا. صوت الاحتجاجات يزعج دمشق ويقلقها ربما، فتلك الهتافات خرجت من محافظة لها رمزية وموقع حساس. إنما نحن جوعنا للكرامة. حاضرة بني معروف كما تسمى أيضا بدا لافتا فيها رفع راية الطائفة. مقربون من النظام فسروها على أنها دعوات للانفصال والحكم الذاتي، غير أن وجهاء من السويداء نفوا ذلك. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط أن واشنطن ليس لديها أي نية في تغيير تحركات قواتها المنتشرة في شرق سوريا. أضاف المتحدث أن واشنطن لا تخطط لأي تصعيد أو تحولات في شرق سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها المحدود في شمال شرق سوريا كجزء من استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيمي داعش والقاعدة من خلال قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف المتحدث أنه لوحظ مؤخرا نشاطا روسيا غير آمن بشكل متزايد في سوريا، أنه يجب على الحكومة الروسية أن تشرح دوافعها من هذه الأفعال. من ناحية أخرى أوضح المتحدث أن واشنطن تناقش مع تركيا مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك موقفها من سوريا. كما أوضح أن الولايات المتحدة وتركيا تتقاسمان المصلحة في إنهاء الصراع في سوريا بشكل مستدام، مؤكدا أن واشنطن وأنقرة تواصلان التشاور بينهما بشأن الوضع السياسي في سوريا. أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من نيويورك عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لقوات اليونيفيل بدءا من 31 من أغسطس الحالي. وأوضح أن سبب الرفض هو أن التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها. وذكر أبو حبيب أن التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية رافضاً إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006. من جانبها شددت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني على دعم تفويض قوي من مجلس الأمن للتمديد لقوات اليونيفيل لتتمكن من القيام بمهامها.
وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض لقوات اليونيفيل اشترطت معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها واشنطن على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق جنوب لبنان. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، ودائما يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net الظاهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا أعلنت بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. قصف مدفعي مكثف للجيش السوداني على مواقع الدعم السريع شرق الخرطوم وأم درمان القديمة. البرهان من عطبرة إلى بورت سودان الاثنين المقبل، حيث سيجري مشاورات تتعلق بالوضع الراهن للحكومة. Yeah.
مع استمرار الاحتجاجات في جنوب سوريا لليوم السادس، وقفات تضامنية في الرقة وريف دير الزور والقامشلي. لبنان يرفض مسودة التجديد اليونيفيل لعدم إشارتها إلى ضرورة تنسيق عملياتها مع الجيش اللبناني. أجدد التحية مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية التي نبدأها من السودان، حيث تشهد مناطق متفرقة في شرق العاصمة السودانية الخرطوم قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع قوات الدعم السريع. وبحسب شهود عيان فإن منطقة أم درمان القديمة تشهد أيضا قصفا مصحوبا بتحليق مكثف للطيران الحربي. أما على الصعيد الإنساني فقد حدثت انفراجة لأزمة الخبز والخضار التي كانت تعاني منها بعض المناطق في مدينة أم درمان نتيجة للحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على تلك المناطق. أفادت مصادر الحدث أنه من المتوقع أن يغادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر الاثنين المقبل، حيث ما زال البرهان متواجدا بولاية نهر النيل التي وصلها أمس الأول أجرى فيها لقاءات وزيارات مع قوات من الجيش ومواطنين. وبحسب مصادر الحدث فإن رئيس مجلس السيادة لم يبدأ بعد مشاورات سياسية، وأنه من المتوقع أن يجري بعد وصوله بورت سودان مشاورات تتعلق بالوضع الراهن للحكومة الانتقالية واحتمالية تشكيل حكومة تصريف أعمال. ومن غير المعلوم ما إذا كان القائد العام للجيش سيبقى في بورت سودان أم في مكان آخر داخل السودان، إلا أن الجيش قال في بيان له إن البرهان سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل الخرطوم وخارجها. قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان قال إن تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورت سودان سيؤدي لإطالة أمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام. وأضاف عرمان أن فكرة حكومة البحر والنهر تضر بوحدة السودان، ووجود حكومة أونلاين لا مكان لها على الأرض هي فكرة لم تحدث في تاريخ العالم الحديث على حد تعبيره. هذا بينما اعتبر متحدث باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن سعي رئيس مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة تصريف أعمال هو تلبية أولية وجوهرية لإعلان خريطة الطريق التي أعلنتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي بالقاهرة في 25 من يوليو الماضي. الكتلة اعتبرت ذلك بمثابة المدخل الأول لحل الأزمة في السودان قصد الدخول في حوار وطني سوداني شامل. أعربت الخارجية الأمريكية في بيان لها عن قلقها العميق من تقارير العنف ضد النساء والفتيات غرب دارفور، وأدانت بشدة في بيان لها انتشار العنف الجنسي في السودان المرتبط بالصراع الدائري هناك. وقالت الخارجية الأمريكية إن مصادر متطابقة بينها الضحايا نسبت الاعتداءات الجنسية إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال البيان إن التقارير عن الاغتصاب الفردية والجماعية وغيرها من الانتهاكات الوحشية ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق وتؤسس لنمط جديد من العنف العرقي الموجه، داعية إلى وقف القتال وفتح ممرات آمنة لعبور السكان. الوضع في السودان هو أكثر مأساوية. أريد أن أقول لكم وللإعلام عامة إنه يجب بذل مزيد من الجهد لتغطية ما يحدث في السودان، يجب عمل المزيد لإيقاف الحرب، يجب العودة للمفاوضات ومحاسبة أطراف النزاع سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال إجراءات ثنائية. مع تواصل احتجاجات جنوب سوريا أعلنت القوى السياسية الكردية في سوريا دعمها للمحتجين في مختلف المدن والمحافظات السورية، مؤكدة تضامنها مع الاحتجاجات التي ينظمها أبناء محافظتي السويداء ودرعا. وطلب المجلس الوطني الكردي وهو تحالف سياسي لمجموعة أحزاب كردية
طلب الأمم المتحدة والجامعة العربية والمجتمع الدولي بالعمل على إلزام الحكومة السورية بحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار. بدوره أكد مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية أكد تضامنه الكامل مع المحتجين في المدن السورية، مشددا على ضرورة عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية. كما شدد المجلس على أن الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا كفيل بالانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع. من هنا بدأت ثم تمددت وتمددت في أول أسبوع لم ينقضي بعد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. على خط احتجاجات وإضراب محافظة السويداء تدخل درعا وإدلب وريف حلب، لكن اللافتة في اتساع دائرة الاحتجاجات انضمام عشائر البدو أيضا. وإحنا إن شاء الله ما راح نخلي الحراك السلمي هذا كله مهم وجديد. فإلى ساحة السير في مدينة السويداء وصل وفد من شباب تجمع عشائر الجنوب، تأييد اعتبر تحولا مهما في احتجاجات المحافظة وردا على أي محاولات لإشعال الفتنة بين الدروز والبدو السنة. تطور جاء بعد ساعات من محاولة دمشق لاحتواء الاحتجاجات عبر محافظ السويداء. المحافظ التقى الرئيس الروحي للطائفة الدرزية شيخ العقل حكمة الهجري مساء الأربعاء الماضي، وبحسب مواقع سورية فإن عروض المحافظ للحل رفضت كلها. بيان يصدر من أي جهة كانت بمحافظة السويداء لا تضمن رحيل بشار الأسد لا قيمة لها. نحن نطالب بأدنى مقومات الحياة. رفض من جهة وتصعيد من جهة أخرى يأخذ زخما في المشاركة وفي الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالحل في سوريا. صوت الاحتجاجات يزعج دمشق ويقلقها ربما، فتلك الهتافات خرجت من محافظة لها رمزية وموقع حساس. إنما نحن جوعنا للكرامة. حاضرة بني معروف كما تسمى أيضا بدا لافتا فيها رفع راية الطائفة. مقربون من النظام فسروها على أنها دعوات للانفصال والحكم الذاتي، غير أن وجهاء من السويداء نفوا ذلك. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط أن واشنطن ليس لديها أي نية بتغيير تحركات قواتها المنتشرة في شرق سوريا. أضاف المتحدث أن واشنطن لا تخطط لأي تصعيد أو تحولات في شرق سوريا، مضيفا أن الوكالة الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها المحدود في شمال شرق سوريا كجزء من استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيمي داعش والقاعدة من خلال قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف المتحدث أنه لوحظ مؤخرا نشاطا روسيا غير آمن بشكل متزايد في سوريا، وأنه يجب على الحكومة الروسية أن تشرح دوافعها من هذه الأفعال. من ناحية أخرى أوضح المتحدث أن واشنطن تناقش مع تركيا مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك موقفها من سوريا. كما أوضح أن الولايات المتحدة وتركيا تتقاسمان المصلحة في إنهاء الصراع في سوريا بشكل مستدام، مؤكدا أن واشنطن وأنقرة تواصلان التشاور بينهما بشأن الوضع السياسي في سوريا. هذه النشرة مستمرة مشاهدينا، لكن لنا عودة بعد فاصل قصير.
تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. قال السوداني في أول، هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الإقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعني هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب من نيويورك عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لقوات اليونيفيل بدءا من 31 من أغسطس الحالي. أوضح أبو حبيب أن سبب الرفض هو أن التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها. وذكر أن التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية رافضاً إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006. من جانبها شددت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني على دعم تفويض قوي من مجلس الأمن للتمديد لقوات اليونيفيل لتتمكن من القيام بمهامها. وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض لقوات اليونيفيل اشترطت معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها واشنطن على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق جنوب لبنان. أعلن المحققون الروس العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في روسيا. وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه تم العثور على جثث القتلى العشر في مكان تحطم الطائرة، ويتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. أكد بوتين أن التحقيق في الحادث سيستغرق بعض الوقت، لكن سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة.
في السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين. ردا على سؤال صحفيين عن سبب سقوط الطائرة، قال بايدن إنه لا يستطيع التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد، مضيفا أن مسؤولين من بلاده يحاولون الوقوف على الأسباب بدقة. في المقابل، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يكون وراء تحطم طائرة رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. أنا أعرف بوتين، إنه شخص حكيم يحسب خطواته وهادئ للغاية ويتخذ قرارات بشأن قضايا أخرى أقل تعقيدا، لذا أنا أعرفه. لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين يقف وراء ما حدث لقائد فاغنر بريغوجين. وبعد يومين على الإعلان عن قتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثل ما يفعل جنود الجيش، ليصبح لزاما عليهم التعهد بالإخلاص والوفاء لروسيا والامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين. ويتعهد العناصر على احترام الدستور الروسي بشكل مقدس والدفاع بشجاعة عن الاستقلال. ويشمل المرسوم الأشخاص المدرجين كمقاتلين متطوعين والقوات المشكلة خلال حرب أوكرانيا. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أمس الجمعة تنفيذ غارات وعملية إنزال على الحدود الليبية التشادية استهدفت مجموعات مسلحة أجنبية. وفي التفاصيل، قال المسماري إن الضربات تمت عقب عمليات استطلاع جوية بمظلة جوية فوق منطقة العمليات، موضحا أن الإنزال المظلي للقوات الخاصة تم خلف تمركزات الأهداف المعادية لتنفيذ مهام قتالية محددة. وفي سياق متصل، أعلنت حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان أن وزارة داخليتها وجهت بتشكيل غرفة عمليات أمنية بالمنطقة الجنوبية، وأكدت متابعة كافة وزاراتها على مدار الساعة لمواكبة العمليات العسكرية وجاهزيتها لتقديم الدعم اللازم لإتمام المهام العسكرية على الوجه المطلوب. تضاربت الأنباء في النيجر حول طرد سفراء دول غربية وأفريقية ومنحهم مهلة مدتها 48 ساعة للمغادرة، حيث نفى مستشار قائد المجلس العسكري صحة الأنباء حول طرد سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا وساحل العاج، مؤكدا أن هذا الإجراء اتخذ ضد فرنسا فقط. تصريحات مستشار رئيس المجلس العسكري تأتي بعد بيانات صدرت عن خارجية المجلس العسكري تؤكد طرد سفراء الدول الخمس ومنحهم مهلة لمغادرة البلاد، فيما يبدو أنه ارتباك داخل المجلس. الخارجية الأمريكية نفت في بيان تلقيها أي طلبات بمغادرة سفيرتها من النيجر، مؤكدة أن المجلس العسكري أكد بأن الرسائل حول مطالبات بمغادرة دبلوماسيين أمريكيين غير صحيحة. وكانت وزارة خارجية المجلس العسكري أمهلت سفير فرنسا مهلة ليومين لمغادرة العاصمة نيامي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الخطوة تأتي بسبب رفض سفير فرنسا الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة وتصرفات أخرى من حكومة باريس التي تتعارض مع مصالح النيجر. فيما قالت وزارة خارجية فرنسا إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة ليست له أهلية للمطالبة بمغادرة سفيرها. نحن الآن أمام قاعدة بارخان الفرنسية في مطار نيامي، حيث كما ترى بدأت حشود من المتظاهرين في التوافد إلى هذه المنطقة للتظاهر للمطالبة برحيل فوري للقوات الفرنسية من النيجر. هذه المظاهرات دعت لها جمعيات ومنظمات تدعم المجلس العسكري
وتطالب منذ بداية أزمة الانقلاب بمغادرة القوات الفرنسية في النيجر. هناك في هذه الأزمة مساران طالب، مسار الإيكواس وقوى سياسية محلية وفرنسا، ويريد عودة الوضع الدستوري الذي كان قائما قبل الانقلاب وإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة وتحريره. مسار آخر المجلس العسكري وقوى ودول من جوار النيجر مالي وبوركينا فاسو والقوى المؤيدة له، وهي الجمعيات والمنظمات المناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر. نعم. بالإضافة إلى دول أخرى لا تظهر بشكل واضح، قد تكون من بينها روسيا كما تقول مصادر هنا في نيامي، وهي تريد أن تغلق هذه القاعدة. من المتوقع أن يكون هناك حضور مكثف خلال الساعات القادمة مع انخفاض درجات الحرارة كما يقول المنظمون هنا. بيودي إن شاء الله لمعلومات مهمة، في المظاهرات السابقة كان جيش النيجر القوات التابعة للجنرال الثاني تقيم حاجزا يفصل بين القاعدة بين الجنود الفرنسيين والمتظاهرين. الآن مع استمرار الضغوط القوية على العسكريين لإجبارهم على ترك السلطة والإفراج عن الرئيس المعزول، ليس من الواضح ما إذا كانت القوات التابعة للتياني ستحمي القاعدة. هناك توجس من أن يقع احتكاك بين القوات الفرنسية بين الجنود الفرنسيين داخل القاعدة والمتظاهرين. المجلس العسكري ليست لديه قدرة على إخراج فرنسا من النيجر، وهو يريد تكثيف الضغوط الشعبية والجماهيرية على القوات الفرنسية بالنظر إلى أنه يتوجس من دعم عسكري أو دعم استخباراتي أو لوجستي لتدخل عسكري محتمل يقال إنه قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة لقوى مشتركة من الإيكواس. علمت العربية من مصادر متطابقة إن الإيكواس بدأ في نشرها على الحدود مع نيجيريا وبنين. مصادر تحدثت إليها العربية تقول إن السؤال الآن هو حول الوسائل التي سيتم نقل هذه القوة بها إلى داخل نيامي، بما أن الإيكواس لا تريد غزوا شاملا للنيجر ولديها أهداف محددة. بينما أصبح أول رئيس أمريكي سابق توجه له تهم جنائية، بات دونالد ترامب الأول أيضا الذي تلتقط له صورة جنائية تنضم إلى مجموعة مماثلة تاريخية لصور مشاهير. متجهما وكأن كل غضب الدنيا في تعابيره، لقطة تاريخية لدونالد ترامب بربطة عنقه الحمراء ستتربع على عرش قائمة صور المشاهير الجنائيين في أمريكا باعتباره رئيسا سابقا يثير الجلبة واسمه يسبق حضوره بتهم جنائية شتى. مرحبا بك يا ترامب في هذه التشكيلة، سبقتك إليها روزا باركس المرأة التي أجهضت واحداً من أسوأ قوانين العنصرية في البلاد عام 1956، وأيضاً الممثلة جين فوندا التي استغلت تلك الصورة لكسب آلاف الدولارات لاحقاً. أما هنا رجل عصابات الجريمة آل كابوني فقد التقطت له مرتين خلال 8 أعوام، وهذا نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون الذي اكتسحت صورته حينها غلاف مجلة التايم. كذلك تايجر وودز لاعب الجولف الذي بدت عليه علامات الإعياء بعينين غائرتين، في حين كان الممثل هيو جرانت محرجاً من تلك الفضيحة التي ألمت به. ومن السياسيين كان جون إدواردز الذي أوقف في 2011 لكن الضحكة شقت ثغره. أما حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري فميزت صورته الابتسامة العريضة وكأنها صورة تذكارية لا جنائية. ارتفاع كبير في أسعار الكتب الخارجية في مصر لتتزايد الأعباء الاقتصادية على المواطنين ليقرروا اللجوء إلى سوق الكتب المستعملة بحثاً عن مطلبهم وهروباً من نار الأسعار، ليكون السوق الأزبكية وجهتهم المفضلة بحثاً عن أسعار مخفضة
تلبي احتياجاتهم وتفي بالغرض المطلوب وهو توفير الكتب لأبنائهم ومنع تأثرهم بالأزمة. الصلاة على النبي. المكان حي الفجالة وسط القاهرة، يعتبر أحد أهم وأشهر أسواق بيع المستلزمات المدرسية والكتب. والزمان منتصف أغسطس، أي قبل أقل من شهر على بدء العام الدراسي الجديد. هنا محل بيع الكتب الخارجية تشكو قلة المبيعات بشكل غير مسبوق. من 5-6 سنين ما كانش في حد بيعرف يقف قدامي من كتر الزحمة. السنة دي لا، الدنيا زي ما انت شايفها عاملة ازاي. الناس بتسأل سعر الكتاب ايه؟ تسمع سعره وتاخد بعضها وتمشي. انخفاض الشراء أرجعه الأهالي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية بنسب تتراوح ما بين 60-80%. أنا عندي ولدين توينز، طبعاً نزلت أشتري لهم الكتب فلقيت الكتب غالية جداً، يعني أنا جايب مجموعة واحدة بس بألف جنيه، طبعاً لسه في مجموعة تانية، يعني مستني ربنا يكرمني أقبض أجيب المجموعة التانية. في المقابل اكتظ حي الأزبكية، حيث تباع الكتب المستعملة بالزبائن الذين اتجه كثير منهم لهذا السوق كبديل رخيص للكتب الخارجية. الكتاب الجديد نزل ب 150 جنيه، أنا معايا 4 أطفال، أجيب لهم منين؟ شهر 6 وإحنا بنبيع في كتب تمام مستعملة تمام وكتب مرتجعة. ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف انعكس على ارتفاع سعر الورق والطباعة والتغليف وأسعار الطاقة لتشغيل المصانع، ما أثر على انخفاض الكميات المطبوعة وارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي يعتمد عليها الطلاب بصورة أساسية في معظم سنوات الدراسة. الكتاب الخارجي بستفاد منه أكتر من الشرح، عشان في شرح أكتر وأسئلة أكتر، ومدرسين على طول بيقولوا لنا هاتوا الكتاب الخارجي. بدائل عديدة بحث عنها أولياء الأمور، فهنا في أحد المراكز الخاصة للدروس الخصوصية يقوم الأساتذة بتوفير ملزمات خاصة تباع بأسعار أقل من الكتب الخارجية، ويبقى البحث عن البدائل الأفضل والأرخص الحل المتاح حالياً لدى أولياء الأمور في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار. رندا أبو العزم، الحدث، القاهرة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دائما شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
قصف مدفعي مكثف للجيش السوداني على مواقع الدعم السريع شرق الخرطوم وأم درمان القديمة. البرهان من عطبرة إلى بورت سودان الاثنين المقبل، حيث سيجري مشاورات تتعلق بالوضع الرهن للحكومة. مع استمرار الاحتجاجات في جنوب سوريا لليوم السادس، وقفات تضامنية في الرقة وريف دير الزور والقامشلي. لبنان يرفض مسودة التجديد لليونيفيل لعدم إشاراتها إلى ضرورة تنسيق عملياتها مع الجيش اللبناني. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. تشهد مناطق متفرقة في شرق العاصمة السودانية الخرطوم قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع قوات الدعم السريع، وبحسب شهود عيان فإن منطقة أم درمان القديمة تشهد أيضا قصفا مصحوبا بتحليق مكثف للطيران الحربي. أما على الصعيد الإنساني فقد حدثت انفراجة لأزمة الخبز والخضار التي كانت تعاني منها بعض المناطق في مدينة أم درمان نتيجة للحصار الذي تضربه قوات الدعم السريع على تلك المناطق. أفادت مصادر الحدث أنه من المتوقع أن يغادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر الاثنين المقبل، حيث ما زال البرهان متواجدا بولاية نهر النيل التي وصلها أمس الأول وأجرى فيها لقاءات وزيارات مع قوات من الجيش ومواطنين. وبحسب مصادر الحدث فإن رئيس مجلس السيادة لم يبدأ بعد مشاورات سياسية، وأنه من المتوقع أن يجري بعد وصوله بورت سودان مشاورات تتعلق بالوضع الراهن للحكومة الانتقالية واحتمالية تشكيل حكومة تصريف أعمال. ومن غير المعلوم ما إذا كان القائد العام للجيش سيبقى في بورت سودان أم في مكان آخر داخل السودان، إلا أن الجيش قال في بيان له إن البرهان سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل الخرطوم وخارجها. قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان، قال إن تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورت سودان سيؤدي لإطالة أمد الحرب والاستمرار في نهب المال العام. وأضاف عرمان أن فكرة حكومة البحر والنهر تضر بوحدة السودان، ووجود حكومة أونلاين لا مكان لها على الأرض هي فكرة لم تحدث في تاريخ العالم الحديث على حد تعبيره. هذا بينما اعتبر متحدث باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن سعي رئيس مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة تصريف أعمال هو تلبية أولية وجوهرية لإعلان خريطة الطريق التي أعلنتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي بالقاهرة في 25 من يوليو الماضي. الكتلة اعتبرت ذلك بمثابة المدخل الأول لحل الأزمة في السودان قصد الدخول في حوار وطني سوداني شامل. أعربت الخارجية الأمريكية في بيان لها عن قلقها العميق من تقارير العنف ضد النساء والفتيات غرب دارفور، وأدانت بشدة في بيان لها انتشار العنف الجنسي في السودان المرتبط بالصراع الدائري هناك. وقالت الخارجية الأمريكية إن مصادر متطابقة بينها الضحايا نسبت الاعتداءات الجنسية إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال البيان إن التقارير عن الاغتصاب الفردية والجماعية وغيرها من الانتهاكات الوحشية ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق وتؤسس لنمط جديد من العنف العرقي الموجه، داعيا إلى وقف القتال وفتح ممرات آمنة لعبور السكان.
الوضع في السودان هو أكثر مأساوية. أريد أن أقول لكم وللإعلام عامة إنه يجب بذل مزيد من الجهد لتغطية ما يحدث في السودان. يجب عمل المزيد لإيقاف الحرب. يجب العودة للمفاوضات ومحاسبة أطراف النزاع سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال إجراءات ثنائية. مع تواصل احتجاجات جنوب سوريا، أعلنت القوى السياسية الكردية في سوريا دعمها للمحتجين في مختلف المدن والمحافظات السورية، مؤكدة تضامنها مع الاحتجاجات التي ينظمها أبناء محافظتي السويداء ودرعا. وطالب المجلس الوطني الكردي، وهو تحالف سياسي لمجموعة أحزاب كردية، طالب الأمم المتحدة والجامعة العربية والمجتمع الدولي بالعمل على إلزام الحكومة السورية بحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار. بدوره أكد مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية أكد تضامنه الكامل مع المحتجين في المدن السورية، مشددا على ضرورة عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية. كما شدد المجلس على أن الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا كفيل بالانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع. من هنا بدأت ثم تمددت وتمددت في أول أسبوع لم ينقضي بعد. واحد. على خط احتجاجات وإضراب محافظة السويداء تدخل درعا وإدلب وريف حلب، لكن اللافتة في اتساع دائرة الاحتجاجات انضمام عشائر البدو أيضا. وإحنا إن شاء الله ما راح نخلي الحراك السلمي هذا كله موجودين. فإلى ساحة السير في مدينة السويداء وصل وفد من شباب تجمع عشائر الجنوب، تأييد اعتبر تحولاً مهماً في احتجاجات المحافظة ورداً على أي محاولات لإشعال الفتنة بين الدروز والبدو السنة. تطور جاء بعد ساعات من محاولة دمشق لاحتواء الاحتجاجات عبر محافظ السويداء. المحافظ التقى الرئيس الروحي للطائفة الدرزية شيخ العقل حكمة الهجري مساء الأربعاء الماضي، وبحسب مواقع سورية فإن عروض المحافظ للحل رفضت كلها. بيان يصدر من أي جهة كانت بمحافظة سويداء لا تضمن رحيل بشار الأسد لا قيمة لها. نحن نطالب بأدنى مقومات الحياة. رفض من جهة وتصعيد من جهة أخرى يأخذ زخما في المشاركة وفي الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالحل في سوريا. صوت الاحتجاجات يزعج دمشق ويقلقها ربما، فتلك الهتافات خرجت من محافظة لها رمزية وموقع حساس. إنما نحن جوعنا للكرامة. حاضرة بني معروف كما تسمى أيضا بدا لافتا فيها رفع راية الطائفة. مقربون من النظام فسروها على أنها دعوات للانفصال والحكم الذاتي، غير أن وجهاء من السويداء نفوا ذلك. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط أن واشنطن ليس لديها أي نية في تغيير تحركات قواتها المنتشرة في شرق سوريا. أضاف المتحدث أن واشنطن لا تخطط لأي تصعيد أو تحولات في شرق سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها المحدود في شمال شرق سوريا كجزء من استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيمي داعش والقاعدة من خلال قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف المتحدث أنه لوحظ مؤخرا نشاطا روسيا غير آمن بشكل متزايد في سوريا، أنه يجب على الحكومة الروسية أن تشرح دوافعها من هذه الأفعال. من ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن واشنطن تناقش مع تركيا مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك موقفها من سوريا. كما أوضح أن الولايات المتحدة وتركيا تتقاسمان المصلحة في إنهاء الصراع في سوريا بشكل مستدام، مؤكدا أن واشنطن وأنقرة تواصلان التشاور بينهما بشأن الوضع السياسي في سوريا.
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب من نيويورك عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لقوات اليونيفيل بدءا من 31 من أغسطس الحالي. وأوضح أن سبب الرفض هو أن التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها. وذكر أبو حبيب أن التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية رافضاً إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006. من جانبها شددت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني على دعم تفويض قوي من مجلس الأمن للتمديد لقوات اليونيفيل لتتمكن من القيام بمهامها. وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض لقوات اليونيفيل اشترطت معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها واشنطن على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق جنوب لبنان. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، ودائما يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت الظاهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.